كان لبنان تحت سلطة الجيش الفرنساوية اللي كانوا خضعوا للنازية الألمانية وقت احتلت ألمانيا. طلع ديغول كقائد لتحرير فرنسا وصار مسألة الديغوليست يعني راح بريطانيا بعدها. هلا بمرجعيون كنا أولاد سنة 42 دخلوا الإنجليز من فلسطين بهجوم على الجيش الفرنسي اللي هو تابع لألمانيا واحتلوا مرجعيون. صار فيها قتل وقتل وقتل كثير. وعينوا وقتها كامل وهبة حاكم عسكري باعتباره بيحكي إنجليزي وبروتستانت. وأهل مرجعيون بطبيعتهم بيحبوا الغرب والبريطانيين والأمريكان استقبلوهم للإنجليز استقبال حافل. هلأ جواسيس الفرنسوية موجودين بمرجعيون عرفوا قديش الاستقبال كان حافل. الفرنسوية بيعملوا كونتر أتاك، تعرفوا شو كونتر أتاك؟ هجوم معاكس، وبيحتلوا مرجعيون مرة تانية وجايين بانتقام. الجنود تبعهم كانوا معظمهم تونسية وجزائرية ومغاربة وليجون إترانجير، هذه فرقة فرنسوية بالجيش الفرنسي بيسموها الفرقة الأجنبية. مين في مجرم بالعالم يلجأ لفرنسا يحطوه جندي بالليجون إترانجير الفرقة الأجنبية، يعني ما ذمة ولا ضمير. فاتوا بانتقام لمرجعيون وفاتوا مكسورين يعني خسرانين، وبدأوا بالشرب بما فيه شرب الكولونيا، فتحوا المحلات ما كل شيء عملوه. مرقوا على بيت سليمان الخوري فوق، كان عنده ابن عمه مش أسعد أخوله ظاهر، بيتخبوا تحت التخت بيأوصلوهم هن تحت التخت وبينزلوا من هنيك من حد بيت القسيس من غربي بيتنا، بينزلوا نفس الجنود هول. أمي وأبوي كانوا عم بيجيبوا خبز من البيت، سمعوا الحركة، قال له الجندي الجزائري، قال له هنا هنا بالشباك. كان في زريعة كثير حول بيتنا ما عرفوا المدخل، ظلوا نازلين. هلا وين كان التجمع يا سيدة؟ في أبو طول هالصالون هاي شي مرتين، لجأوا كل الحي هنيك على هالأبو، شي 100 شخص كانوا بين أطفال ورجال وكذا، وعمرنا قدام الباب الأبو لأنه الأبو له باب واحد، عمرنا حاجز بهالأرض من الحجر لنسكر إذا يجي أي إطلاق نار أو أي قذيفة ما يفوت لجوا. هول نازلين من فوق وصلوا لهنيك شافوا المتريس، ركزوا هالمواريد على هالمتريس وقالوا اطلعوا كلكم برا، النساء لحال والرجال لحال. يعني شوف المنظر الرهيب يعني. وكان في ابن عمي بالجيش الفرنساوي هربان وموجود معنا، خبيناه تحت الفراريح. يوم فاتوا وكشفوه كانت الجريمة أكبر وأكبر 100%. هلأ وأصفونا رجال أولاد أو نساء بجنب، بتذكر تمام المنظر قدامي يعني مش حدا بيخبرني. في فومية أختي اللي عم يحكي عنها توفت بأمريكا الله يرحمها، شجاعة وجريئة وعند الأزمة بتتصرف. إجت قدام الضابط تبعهم تونسي، ركعت قدامه قالت له ما عندك حريم؟ يعني ما عندك نسوان؟ شوف والله نزل الدمع. تقولي ها
هذا الرجل ضربتي صاعد كهربائي وعاد وعيه. قال لهم امشوا كلكم من هون. وقال لهم الجنود ما يعملوا شيء. راحت الناس مشي. وقتها رحلة طويلة من مرجعيون على نهر الليطاني على العشرين. هاي مثل القصة اللي خبرتها ستينية مشي. هل هن حطوا الرجال لحال بدون يقوصوهم كانوا؟ يقوصوا الرجال ويأخذوا النسوان. بدو كانوا يقوصوا الرجال و... ايه يقوصوا الرجال. شو قيمتها نعرفين؟ ما بقول لك قوصوا اللي فوق ونزلين. لو أمي فاتوا على البيت قوصوا أمي وأبوي كمان. نزلين مسكرانين يعني خالصين. شو هالجرأة اللي عندها فومية يعني؟ يعني هلأ القصة أنا بحكيها بتذكر الشغلة وبتذكر فومية أختي الله يرحمها. أمي كانت قوية بهيك شيء. أمي نعم بده يعتقلني. كنت بالبريستول. وقالوا لي بدك تمشي معنا على بيتك بدهم يفتشوا البيت. طلعت معهم شو أنا بقدر أقاوم الأمن العام. كان بيتنا هون وين بيت شفيقين هلا. كان طابق واحد له بوابة حديد وكذا. وقف هونيك وفتنا. فومية موجودة. فومية ذكية. شافت انه جايين يعني شيء على كان ثلاثة شحاطة. وقفت على الدرج قالت لهم اللي بيقرب لهون بهالشحاطة بدي كسره. ما حدا استرجب لما بيقول لك المثل اوعى تتقاوم مرة تتجرس. وفلوا. يعني هوا تشتغلتين بتذكرهم عنها ما بنساهم.